هاخد حضراتكم النهاردة لبعض الموضوعات اللي هي برضو فيها كثير من الحيوية وبتشغل بال الناس. النهاردة مثلا كان وزير الدفاع الروسي في زيارة للقاهرة. وزير الدفاع الروسي جاي يشارك في الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون العسكري التقني. وقابل هو الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولفت انتباهي درجة التقارب ما بين مصر وروسيا في وجهات النظر حول قضايا أساسية ومفصلية في العالم وفي المنطقة ثم في العالم. يعني في تطابق كبير جدا في وجهات النظر في مسألة مواجهة التطرف والإرهاب، في تطابق في وجهات النظر في مسألة استقلالية القرار، في مسألة ان الدول تبقى عندها جيوش قوية وجيوش مسلحة على اعلى درجة ومدربة على اعلى درجة. ولذلك تم التأكيد على برنامج التدريب المشترك بين الجيش المصري والجيش الروسي. لفت انتباهي كمان مسألة اتفاق وجهات النظر حوالين القضايا الملحة في المنطقة تحديدا في سوريا وفي ليبيا.